مساكم سعيد، سواء كنتم حاضرين هنا معنا في خشبة النهضة موازين في دورتها الثامنة، أو كنتم مشاهدين على القناة الثانية، مرحبا بكم جميعا في هذه الليلة الأنسة بكم. من الفصول الأربعة هذا فصل الربيع فراشنا ومهد لقاءاتنا، ومن الأزمنة هذا ضوء القمر تحته نصبنا خيام فرجتنا وبسطنا ليالي السمر وجميل الخبر في شرايين مهرجاننا. أهلا بكم معنا حيث النسيم يهب بالفن وبالفرجة والفرحة عبر كل أرجاء هذا المسرح الكبير بالهواء الطلق من هنا في حي النهضة. مرحبا بجماهير موازين إيقاعات العالم في دورته الثامنة. الليلة هي ليلة النجوى، ليلة التأمل، ليلة صوت الجبل وما حمل من مواويل من الميجانة والعتابة. الليلة هي ليلة الكرم الزحلاوي البقاعي، ليلة في ضيافة صوت نادر الرنين بعد الشحرور صباح، هي شمس الغنية تتفرد بلون الموال والميجانة وأخواتها. النجوى نجوى كرم تفتح ألبومها لتغني لكم أجمل ما عندها وأحلى من عندها لأحلى جمهور، جمهور موازين. معكم نجوى كرم.